ما تقول لحالك شو الام واكيد طلع معك انه زعل معه حد مش قام متحملني. اذا بنتي 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 اللي عشت عندي جيلة لك ما عم قولي حالي شي. بس يا علي كم مرة اجي اقول لك عقلي لا تكبري القصاص لا تاخذيني بهالكلمة. انتو من اول ما تجوزتوا انتو على هالمنوال والقصة مو قصة لي وانت بتعرفي هالشي تماما. الزلمة لا عم يخونك ولا عم يحزنك. ابدع الرجال بده يطلع لبرا. اجى لاني مرته اللي تورط وتزوجها وبجوز ما تورط ما بعرف. ويا اخي افترض الحكي اللي عم بنقوله صحيح وهو ما عم يخوني مع ليال. يعني العفو من هالكلمة العفو من هالكلمة اخي انا مو بستخف. بعدين هو مصر يعاملني على اني حيط وانا ماني حيط. لك لا عم يعاملك على انك حيط ولا شيء. لك انت في شي مرة عبيت عن جد يعني حاولت تتغير كرمال الشخص اللي بتحبه. بجوز تحول لحدا ما بطيقه بس لانه الشخص التاني بجوز يحبك هيك اكتر. لك انا مرة بحب وعم حاول اني اتغير بعدين انا ماني طالبة شي. بدي واحد يحبني يقدم فيني يطلع فيني ولا مرة تطليعة حلوة. وشي مرة ونحن ماشيين بالشارع وحط ايده على ايدي بدون ما احس انه هي اللحظة ممكن تكون رومانسي. والله صحيح انتو رجال بتحسوا هاي سخافات. لا بالعكس هدول مانن سخافات ابدا. ما هي المشكلة ساعات بحسن سخافات وخاصة بعد ما جبت بنتي. بدياني اتحول ضحيت بدياني فرق كل شي حاسسته بيا البنت. مشان هيك بيطلعوا اولادنا كثير فهمانين ومتوازنين. لك يا لينا والله انت عم تكبري القصص. بالحجم الطبيعي، الحجم الطبيعي بالنسبة له مانو هيك ابدا، هي أول شغلة. ثاني شغلة أنا شو فيني ساعدك بعد ما بهدلتي وقلعتي قدام العيلة كلها، جاي عم تهددي شمال ويمين، أنا شو مهمتي؟ أكيد ما فينك تخليه عني، بس بجوز تخليه يرجع لي بدون ما نقلعن كلامتي كثير. أنا بحبه كثير لتعد، ما تتصور، بحبه عن جد وحاسة حالي رعشان. لك تخيل انك تكون حابب واحد ما بيحبك والابشع من هيك انه يكون هذا الحدا جوزك. غبي انا بعرف اني تجوزت واحد ما بيستاهلني. انت بكره رجعي هلا رجعي على البيت بكره هو لحاله صدقيني بس بده شويه وقت وبلا تعصيب. خلص لا بقى تحكي معه هو لحاله بيرجع انا ما راح استفيد شيء اذا حكيت معه. امتى بيرجع دخلك بعد 10 سنين؟ لك البعد جفا يا أدا. أنا بعرف إنه ما كتير بيقبض حكيك وبعرف إنه بلا شلدي ما كان حكي معك وبيشوف بحس كل الناس مملين مثلي. بس أنت بريت القصة إذا أنت حكيت معه غير إذا أنا حكيت معه بيشوف بحس عالي إني منعني كل عمري. طيب ليش ما تحاولي تكوني صريحة معه؟ ما بتعرف يعني يمكن يحس او يتغير. والله يا علي على فكره انت رجال خجل وعد كثير.